ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين متتبعات شهوات سليمة، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، ولقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية يا رب. من بين الاقتراحات اللي كنبغيو نغيروا بهم في المائدة الرمضانية، المورقات أو الفطائر إن شاء الله. غادي نشوفوا مع بعضياتنا هاد الساندويتشات اللي كيجيو على شكل تاكوس، كيجيو اكثر من رائعين، بالعجين رائع وحشوه ان شاء الله. غادي نتغيروا فيها اولا تبدعوا فيها كيف ما بغيتوا. يلا نبداو على بركه الله في الطريقه والمراحل ديال تحضير هذا الاقتراح. واللي زوين في هذا الاقتراح هو اننا يعني كنصايبوا العجين والحشوه دفعه واحده وكنطيبوهم مع بعضياتهم، يعني ماشي كتكون عندنا العجينه بوحديتها وعاد الحشوه، لا كنطيبوهم مع بعضياتهم دفعه واحده. يلا نبداو على بركه الله في الطريقه والمراحل ديال تحضير هذا الاقتراح هذا. بسم الله على بركه الله. نبداو بالمكونات ديال العجين. غادي نحتاجوا له جوج كيسان ديال الماء دافي. عندي العبار بالكاس ديال العنبه، جوج كيسان ديال الماء. بسم الله، ها هما يا دافين، هما الاولين. الكاس اللي كيوزن 160 اولا 150 مليلتر ماشي مشكل. غادي نحتاج معاه واحد راس معلقه صغيره ديال السكر سنيده او سكر حبيبات، غير راس ديال معلقه صغيره. غادي نحتاج معاه معلقه صغيره ديال الخميره فوريه، واخا هنايا المعلقه كبيره ولكن هذا العبار ديال معلقه صغيره عامره ديال الخميره فوريه اولا الخميره معجونه. وهنايا عندي جوج معالق كبار ديال الحليب بودره اولا الحليب مجفف. بسم الله، غادي نضيفهم لهاد الماء وغادي نجالس هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان بحال هكا حتى غادي يتخلطوا مزيان. وغادي نخلي هاد الخليط يتفاعل على جنب اولا يختمر على جنب. غادي ندوب انا هاد الحبيبات غير باش ما نديرش لكم الصداع، وغادي نغطيه بحال هكايا. ممكن بلاستيك غذائي، انا ما عنديش بلاستيك غذائي، غادي ندير غير هاد القفيله، غادي نخليه يتفاعل شويه على جنب ونرجع. هنايا بعد ما تحلات ليا هاد الخميره مع السكر مع الماء، غادي نغطي عليهم ونخليهم يتفاعلوا شويه يعني باش كتختمر ليا هاد الخليط هذا. بلاستيك غذائي ما عنديش انايا، غادي ندير هاد القفيله، غادي نخليهم يتفاعلوا شويه ونرجع. بعد ما ارتاح الخليط ديالنا تقريبا هنايا غير واحد 5 دقائق يعني غير كيتفاعلوا واحد شويه هاد المكونات، غادي نضيف عليهم هنايا عندي 4 كاس ديال زيت. هنايا اللي كيبان لكم راني مخلطه زيت نباتيه وزيت الزيتون اولا زيت البلديه، ولكن زيت البلديه عندي خفيفه، الا عندكم ثقيله ديروا غير الزيت زيت نباتيه. هنايا 4 كاس، وعندي هنايا شويه ديال الملح بطبيعه الحال، الملح اللي غادي يملح لنا القياس ديال العجينه ديالنا، كل واحد وكيفاش كياخذ المخبوزات ديالي. غادي نخلط، ما درتش الملحه باش تفاعل ليا الخميره. صافي، هنايا عندي الدقيق على جنب. بالنسبه للدقيق غادي تبقى على حسب نوعيه الدقيق والامتصاص ديالو. بسم الله، غادي نبقى نخلط. هنايا عندي دقيق مغربل، غادي نخلي لكم شحال خدات ليا تقريبا ديال الدقيق في صندوق الوصف ان شاء الله، غادي نخلي لكم. كنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط بالفول، ما كتاخذ لينا لا مجهود لا دلك لا والو. الدقيق مغربل كيف قلت، نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه حتى غادي نحس ب يعني هذا الفوي بدا كيتقال في يديا. صافي، وغادي نكمل العجين باليد ديالي بحال هكا غير شويه بشويه، ما تزعموش شويه بشويه بهذه الطريقه. هذه هي الطريقه باش كنعجن هذا العجين هذا، يعني شويه بشويه كنبقى ندخل في الدقيق اولا كنزيد في الدقيق حتى غادي نحصل على واحد العجينه اللي هي متماسكه. ها هو العجين ديالي كيجي على هذا الشكل، العجينه ديالو كتكون رطبه. اي عجين كيكون فيه حليب بودره اولا الحليب مجفف الا كتكون يعني كتكون زوينه هذه العجينه. بالنسبه لاخواتي لما توفرش لكم ممكن انكم ديروا حليب سائل في البلاصه ديال الماء، يعني عوض الماء دوك جوج كيسان ديال الماء غادي نديروهم حليب سائل. شوفوا معايا العجينه هي هذه، غير بهذه الطريقه كنديوها نجيبوها. صافي، ها هي واجده، ما كتحتاج لا مجهود ولا دلك. صافي، غادي نرجعها دابا لهاد الاناء هذا وغادي نغطي عليها ونخليها تختمر اولا كيف كنقولوا ترتاح. فهاد الوقيته نشوفوا الحشوه ديال هاد الساندويتشات اولا ديال هاد الفطائر، غادي نخليوها على جنب ونشوفوا مع بعضياتنا الحشوه.
بالنسبه للحشوه كي شفتوا معايا عندي البصل وعندي الفلفله مقطعه، ممكن تضيفوا حتى صفراء، انا ما توفراتش ليا، درت فلفله خضراء وحمراء وواحد البصله كبيره تكون مقطعه مكعبات معهم شويه ديال الملحه. وعندي هنايا زيت نباتيه في اول مرحله كنديرهم في المقله، وكنبقى نشحر فيهم حتى كينزلوا مزيان، غادي نقلبهم حتى غادي ينزلوا مزيان ونرجع. بعد ما تشحرات هاد البصله مع الفلفله ونزلات على هذا الشكل، غادي نضيف ليها هذا تقريبا عندي واحد 200 غرام ديال الكفته. كيف ما يمكن لكم انكم ديروا قطع ديال صدر ديال الدجاج اولا الديك الرومي، ولكن التتبيله غادا تغير، غادي نقول لكم اشنو ممكن تبدلوا. بحال هكايا كنقطعها هكايا كنلوحها عفوا بهذه الطريقه هذه باش كتبقى القطع ديالها باينه ما كتجيش مفرته بزاف. بالنسبه للتوابل عندي هنايا شويه ديال الخرقوم يعني الكركم، عندي شويه ديال الابزار، وعندي شويه ديال التحميره اولا البابريكا. الا درتو صدر ديال الدجاج ممكن انكم تضيفوا شويه ديال الثوم بودره، وفي اخر مرحله غادي نديروا شويه ديال الزعتر اولا واحد الحكه ديال الزعتر. هنايا عندي توابل شيلي المكسيكيه غتبقى اختياريه، غادي ننكه بها انا هاد يعني هاد الحشوه هادي كتبقى اختياريه الا كانت ديروها اولا توابل المكسيكيه. انا عندي هنايا الشيلي المكسيكيه، غادي نحرك هاد المكونات هادو بحال هكا. كيف قلتي الا كان صدر ديال الدجاج ديروا شويه ديال الثوم بودره، في اخر مرحله غادي نديروا شويه ديال الزعتر. كنحاول نقلبها بهذه الطريقه هذه. هنايا هاد الاضافه غتبقى اختياريه، كنبغي نضيف شويه ديال البقار. وهنايا عندي عفوا صلصه الصوجه، غادي نضيفوا واحد شويه ديال صلصه الصوجه، راه واخا اللون ديالها غالق ما مجهداش، غادي نقص شويه وغادي نجانس هاد المكونات. جهدوا البوطه باش هكايا الحشوه ما كتطلقش الماء صافي. واخر مرحله غادي نضيف الزيتون، وقبل ضروري كنهز واحد الكميه شويه هكايا بلا زيتون، انا كاينه ما كيبغيش الزيتون، وغادي نضيفوا الزيتون مقطع اللي توفر لكم، يا زيتون بحال يا زيتون خضر. وكنقطعو انا في هاد القراده هادي كيف كنقولوا ديال الربيع باش كيجي لذيذ فيها، كيجي محمط، سواء درتو كفته اولا درتو قطع ديال صدر ديال الدجاج اولا الديك الرومي بحال هكا. صافي ها الحشوه ديالي واجده، وخا درت انا الكفته غادي ندير واحد الحكه ديال الزعتر، كتعجبني الزعتر هنايا. صافي نخليها على جنب ونجيبو العجين ديالنا. مباشره بعد ما حيت الحشوه ديالي خليتها تبرد، هنايا العجين هو هذا، بسم الله شوفوا معايا كيكون ارتاح واختامر. هنايا غادي نقطعوا الحصص على هذا الشكل وكنحط. هنايا كي شفتو معايا قسمت العجينه ديالي الحصص اولا الكويرات، العجينه كتكون زوينه ورطبه بزاف. شوفوا معايا هاد النبيلات اللي كيكونوا فيها دائما، شوف هذا دليل على ان العجينه راها ناجحه وزوينه. غادي نرشهم اولا كيف غنغبرهم بشويه ديال الدقيق ونحطهم على جنب، نغطيهم بواحد البلاستيك اولا ندير لهم فيهم واحد المنديل، نخليهم يرتاحوا غير واحد شويه باش كيعطيونا الطوع اننا نطلقوهم ونرجعوا. بسم الله كناخذ كره من العجين، كنرش الارضيه ديال العمل بشويه ديال الدقيق، وغادي نسرح هاد الكره هادي غير كيرتاحوا شويه صافي. وكنبدا نسرحها على شكل مربع، كنرش الدقيق غير شويه ما تكتروش غير باش ما تلتصقش لينا. كنحاول نعطيها شكل ديال دائري بحال هكا، ما ترقوهاش بزاف يعني ما خصهاش تكون رقيقه بزاف. وهنايا عندي شويه ديال الفرماج محكوك، غادي نحطو على شكل مربع بحال هكا تاويا، شويه ديال الفرماج اي نوع توفر لكم. وهنايا الحشوه ديالنا هي هذه بعد ما بردات، ها هي
غادي ناخذ منها واحد الكميه وكنديرها في الوسط بهذه الطريقه هذه. وهنايا عندي الجبن ديال الساندويتشات هو هذا، ممكن ديروا القطعه كامله، انا غادي نقسمها كندير غير النص في كل وحده على هذا الشكل. وكنجيب هاد الجوانب هادو كنحطهم هنايا على شكل مسمنه بحال هكا، غير هاد الطرف اللي من هنا ومن هنا الا ما كنكملوش بحال المسمنه كنجيبو لهنايا وكنحبس، وهذا غادي نجيبو لهنا باش كنلاقيهم مع بعضياتهم بهاد الطريقه هذه في الوسط. يعني هادو خصهم يتلاقاو هنايا في الوسط وكنحصلوا على مربع بهاد الطريقه. العجينه ما تكونش رقيقه بزاف، وغادي نحط غادي نجيب كرة ثانية دائما بالاستعانة بشوية ديال الدقيق، وغادي نطلقها بنفس الطريقة كنرش شوية ديال الدقيق، والعجينة كتكون رطبة وكتكون مدلوكة، وخا حنا ما كناخدوش شي جهد فيها في الدليك، يعني غير كترتاح لينا المرة الأولى والمرة الثانية فاش كنديروهم كويرات صافي، وهالعجينة ديالنا كتكون واجدة وزوينة إن شاء الله، عندها العديد من استعمالات هاد العجينة حتى هي. بسم الله، بنفس الطريقة شوية ديال الفرماج. هنايا الحشوة كيف ما يمكن تكون أي نوع ديال الحشوة من الاختيار ديالكم، ممكن تكون غير الخضر، الحشوة ديال الخضر، واللي بغات الحشوة ديال الخضر يعني ديرها في البريوات أو لا في هادو، نخلي لها الرابط إن شاء الله في صندوق الوصف، كنصيفط معكم مورقات بدون لحوم، الحشوة ديالهم زوينة بزاف. وهنايا طريف ديال الفروماج، ممكن ديرو مربع كامل، انا غير هكايا بركه كيقضي الغرض. وغادي نجيب هاد الطرف لهنا وهاد الطرف هنايا في الوسط، غادي نقربهم عند بعضهم وها هو المربع ديالنا واجد. غادي نبقى غادا بنفس الطريقه حتى غادي نسالي الكميه اللي عندي كامله ديال هاد المورقات اولا هاد الرغيفات هادو اولا هاد الساندويتشات، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الطريقه ديال الطياب ديالهم. هنايا كنجيب الاله ديالي ديال البانيني اولا ديال هاد البريسه هادي، وغادي ناخذ هاد المربعات اللي صوبنا بسم الله، وهنا عندي شويه ديال الزيت نباتيه بطبيعه الحال كنكون دايرها كتسخن يعني راها سخونه، غادي ندهنها واحد الدهنه اللي هي خفيفه بحال هكا زيت نباتيه غير دهنه خفيفه، وغادي نحط بسم الله على هذا الشكل، ما كنقرصهم ما والو، غادي نحطهم مباشره بنفس الطريقه. غادي ندهن هذا الشيء هذه اللي من الفوق واحد شويه ديال زيت نباتيه واحد الدهنه خفيفه بزيت نباتيه صافي، وغادي نضغط عليها بحال هكا، ما غاديش نضغط عليها حتى غادي نسدوها كيف كنقولوا بالقفل، لا بهذا القفيل ديالها لا، غادي غير نحطها بحال هكا وغادي نخليها. شوفوا معايا البنات غير واحد الدقائق وكنحل عليها، كيف قلت راه ما كنقرصهم ما والو، وكنعاود ناخذ شويه ديال زيت نباتيه الا بغيتوهم بحال هكا يا محمرين شويه ديال زيت نباتيه، وكنعاود نقفل عليهم، ما تضغطوش عليهم بزاف باش ما كتخرجش الحشوه وكتخليهم كيتحمروا. وهنايا كنهزهم وكنبقى نحمر فيهم بحال هكايا من هاد الجهات، انا كيعجبوني يكونوا محمرين يعني من الجوانب حتى همايا بهذه الطريقه، يعني كنحاول انني شوف معايا كنحمرهم بهذه الطريقه هذه، ملي كيتحمروا كنحيدهم وكنحط هنايا كنمسح بواحد المنيدل اولا بورق المطبخ بحال هكا، وكنحط بنفس الطريقه وقبل بسم الله زبيده نباتيه غير كندهنها راه ماشي شي زيت كيف كنقول، وكنعاود نحط بنفس الطريقه بسم الله، ما كنقرصهم ما والو كي غير كنقادهم شويه ديال زيت نباتيه وكنحط
ما كنسدش البريسه يعني كيف كنقول انا كنعاود ناكدها ما كنسدهاش ب يعني بهذا القفيل ديالها، غير كنحطها على الاخر وكنخليها. غادي نبقى غدا بنفس الطريقه حتى غادي نسالي ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالهم. كيجيو لذ هادو ساهلين وسريعين. شوفوا معايا العجينه وحشوه دفعه واحده، تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر اللي صايبنا مع بعضياتنا. كي شفتوا معايا ساهلين وبساط، يعني الحشوه نغيروا فيها كيف ما بغينا دغيا بسرعه، وفي العجين حتى هو كيجي لذيذ وغيروا فيه وبدعوا فيه كيف ما بغيتوا. بالنسبه للعجين اللي ناكد لكم عليه هو ان البريصه اولا الاله تكون سخونه مزيان، ومن نحطوا عليها اولا ملي نحطوا فيها هاد الفطائر ما نضغطوش عليهم بزاف، نخليو البريصه كتهبط على خاطرها كيف كنقولوا، خليوهم مره مره دهنوهم كيف كنقولوا. الا بغيتوا دهنوهم بغيتوا تاخذوهم ناشفين ممكن، واكيد غادي نوريكم كيفاش دايرين من الداخل. بسم الله شوفوا معايا كيفاش دايرين. بسم الله الحشوه كتكون عامره فيهم كاملين، يعني ماشي الجوانب فيهم اولا ما فيهمش، غير احترموا الطريقه اللي خدمت معكم يعني باش نديروهم كيف كنقولوا فاش كنت كنربعهم، احترموا الطريقه. وبالنسبه للبريصه شوفوا معايا كيفاش دايرين، شوفوا معايا العجين كيفاش داير، والحشوه كتكون سايحه فيهم كامل، يعني ما كنحتاجوش اننا نصيبوا العجين بوحديته والحشوه بوحدها، كيطيبوا مع بعضياتهم فعلا، كيستحقوا التجربه وكيستحقوا انكم تغيروا بهم في المائده الرمضانيه ديالكم.